الكالسيوم يوجد في السمك وبعض البروتينات السهله، يعني السمك ما فيش كولاجين، يعني كنشوفوا اللحم ديالو طري يعني ماشي بحال لحم الحيوانات، هو يهضم بسهوله وبسرعه، يعني المراه ستحصل على طاقه يعني خالي من الدسم، بحال سمك سردين. هذا سمك سردين هو سمك صغير، سمكتين صغيرتين او سمكه واحده في اليوم بالنسبه للنساء جيده. أيه. سبحان الله. ولكن يعني مع الاسف النساء الان اصبحنا يعني عندهم ميول، لدينا ميول الان الى بعض اللحوم خصوصا لحوم الدواجن، ولكن مع الاسف لحوم الدواجن الان تهلك النساء، انا اقول تهلك النساء وانا اعرف ما اقول. نعم. فهذا النظام العام، نظام نباتي للنساء احسن. بالنسبه للرجال هناك اختلاف بسيط. نعم. ما هو هذا الاختلاف؟ اذا كان الرجل يتحرك، اذا كان صاحب حرفه، نعم، مثلا بناء ولا نجار ولا خضار ولا فلاح ولا مثلا سائق ولا عميل يعمل بعضلاته ويتحرك، نعم، ممكن ياكل لحم، يعني كيبذل واحد المجهود، ممكن ياكل لحم، ليس هناك مشكل، ويكون لحم جيد، يكون لحم جيد، ليس لحم لحوم تسمين، يكون لحم جيد، يعني لحم احمر، لحم البقر ولحم الغنم، يكون لحم احمر، لحم الغنم ولحم البقر او سمك، نعم، جيد، يعني يعني حتى الدجاج البلدي، حتى الدجاج البري جيد، حتى الديك الرومي البلدي هذا البري جيد. لكن اذا كان الرجل لا يتحرك إذا كان لا يتحرك، إذا كان جالسا في مكتبه أو موظف لا يتحرك كثير أو صاحب ويأكل ما ذكرت، نعم، إذا كان لا يتحرك يظل جالس في منزله أو في عمله وعنده سيارة ويعني عليه لا يتحرك، يعني لا يبذل جهد، نعم، إذا كان لا يبذل أي جهد وأكل اللحوم سيصيبه ما يصيب النساء، سيصاب بأمراض مثل الكوليسترول وارتفاع الضغط وأمراض القلب والشرايين، سيصاب بكل الأمراض، يعني تماما مثل سيصبح، نعم، لماذا؟ لأن الرجل يجب أن يحرق هذه المادة، لأن عنده عضلات شديدة ويجب عنده يعني جسمه مهيئ للقوة، جسمه مهيئ للقوة هكذا. فجسم المرأة مهيئ للنعومة، يجب أن يبقى جسم ناعم. هذا إذا كان هناك طغيان في التغذية، ما معنى هذا الطغيان؟ إذا كان هنا الرجال والنساء كيتساووا في الأكل، طبعا في طبيعة الأكل يتساووا، إذا بطلوا نبات أو قللوا من النبات ولا أخذوا نبات وهم لم يأخذوا نبات، مثل الدقيق الأبيض وبطاطس مشوي، هذا ليس نبات، أنا أقول الدقيق الأبيض نسميه في المغرب الفورس، هذا الدقيق الأبيض المغربي اللي محيدة من النخالة، ما ننزع النخالة، هذا ليس نبات، النبات هو النخالة باش نكونوا واضحين، يعني كنعرف شكون، لأن هناك نصائح تهطل علينا ويعني هطول المطر الشديد، ولكن نصائح علمية ونصائح ثابتة تبقى، يعني أما ما ينفع الناس فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس يبقى، كيبقى مع الناس يمكث يبقى. فهذا هنا كيوليك الرجل كالمرأة في التغذية، إذا كانوا بطلوا النبات، لكانوا مثلا كياكلوا بطاطس مشوي وخبز ابيض ثم كثره اللحوم والحلويات، هذو ما كياكلوش النبات، اكيد هنا كيتساووا في الامراض، هنا كيتساووا في الامراض، كتولي الحساسيه امراض مناعيه، امراض مناعيه مثل الليبيس، مثل المرض بهجت، يعني مثل السكليروزيس، هذه يعني التصلب اللوائحي، نعم، مثل الامراض الاخرى مثل التوتر العصبي، مثل الانيميا هشاشه العظام، ومثل كذلك الانيميا يعني فقر الدم، ومثل الاشياء كلها، يعني شوف نفس الشكل اللي كيتسقط به الشعر عند المرأة هو اللي كيتسقط به الشعر عند الرجل، الرجل، بمعنى أن تسمم، تساقط الشعر هو تسمم. مكونات السلفيت، مكونات الكبريت هي الآن في الطبيعة، يعني مواد التطهير والمبيدات والأشياء اللي كيستعملوها الفلاحة، السلفيت اللي كيستعملوها الفلاحة كسماد، وهذه الأشياء، هذه المواد الكبريتية الآن موجودة، هي الديوكسينات موجودة في الجو بكثرة، وتلوث جوي بيئي بكثير خطير جدا، لازمنا عليه البلاستيك. هنا المرأة كتتعرض لهذا التلوث، كتتعرض أكثر من الرجل، كتتعرض أكثر من الرجل، نعم. إذا أزادت المرأة الكوسمتيك، إذا زادت مواد التجميل باش النساء شويه عليا ماشي غنخلعوهم، ولكن على الاقل ننبهوهم، نحن ننبه، والتنبيه ديما كيخلع طبعا. فشوف غير هذا المحلول اللي كيمسحوا به صباغه الاظافر،
نعم. بسيط جدا. نعم. ياك. ملي كتكون تمسح كتكون تشم. لان الظفرانه كيكونوا تحت كتكون حاضره عينيها وكتمسح في الاظافر ديالها، وكاين النساء اللي كيتعطلوا ما كتمسح الظفران نص ساعه على اكثر. هذا المحلول دي اليوم هذا هذا السولفون هذا اللي كي اللي كيمسحوا به الاظافر، هذا كافي يدير لهم توتر عصبي. سبحان الله. كافي جدا باش المراه تعمل توتر عصبي. لماذا؟ لان الانيليشن، لانك تشم بالنائب ديالها وكيمشي مباشره الدم والدم يطلع لها. يعني هذا المحلول هذا كافي، هو هذا المحلول لو بقات كتشمه كافي باش يسبب لها سرطان. صباغات الشعر يعني كل العالم متفق على، كل العلماء والباحثين متفقين 100% على ان صباغه الشعر سرطانيه. نعم. وكل العلماء ينصحون بصباغه الشعر مره في السنه. وإذا كان المرأة تفادت يكون أحسن. لماذا؟ لأن الشعر يمتص المواد السامة ويدخلها لجسم، وعكس الجلد، الجلد كيخرج المواد السامة، الشعر كيدخل المواد السامة لجسم. يعني الناس يعرفوها، ولذلك أنا كنبه النساء باش ما يحتقروش أي تصرف. مثلا العلكات اللي كيمضغوهم النساء، العلكة يعني عادي، شيء عادي. نعم. تقول لك أنا كناكل الزيت البلدية وكناكل الشعير وكناكل مزيان وكنطيب في الطين وكنطيب في النحاس ومراقبة راسي، ولكن ملي كنسولوها شحال من مرة كتمضغي الشوينغوم؟ هذا يعني علكات؟ العلكة نعم. هذوك واه مرتين في اليوم ولا؟ هذه العلكة فيها 14 مضاف غذائي. أنا كنعطي التدقيق، أنا أعلم ما أقول جدا. نعم. فيها 14 مضاف غذائي. مضاف يعني مضاف غذائي، مضاف كيماوي طبعا. طبعا هذا إي هي أوروبية، هي إي تتعني القياسات الأوروبية، القانون الأوروبي. نعم. فيها 14 مضاف غذائي كيماوي سام، من بينهم 8 المضافات سرطانية. يمشيوا لجوجل الناس، نعم يمشيوا لجوجل كتبوا شوينغوم اديتيفز وغادي يخرج لهم 8 مصبوغين بالاحمر. بمعنى هذه الثمانية ان المختبرات اللي اجرت بحث عليهم يعني تمكنت يعني من تصنيفهم مسرطنة. يعني غريب يا دكتور، هذا المنتوج ديال الشوين يعني هذه العلكة هي صغيرة الحجم، هي لا تضيف خطيرة، وهي لا تضيف شيئا لجسم الا الويلات. ماذا تضيف لجسم؟ هذا هو المشكل. ماذا ما لا تعطيه لجسم؟ رغم صغر حجمها هي خطيرة. تأكل تفاحة إذا كانت بغات الأسنان هيبقاو جيدين، ووجهها يبقى جيد، والشكل ديالها يبقى جيد، والجلد ديالها يبقى جيد، وما ديرش حصى في المرارة، وما ديرش أمراض القلب والشرايين، وتاخذ طاقة بسيطة، هي تأكل تفاحة. نعم. تأكل تفاحة، ولا تأكل إجاصة، ولا تأكل ليمونة، برتقالة كبيرة، تأكل حتى اثنين، تأكل حتى ثلاثة إن شاء الله، مش مشكل، تأخذ تهز معها في الشنطة ديالها يعني فهذا، تحمل معها فاكهة، تحمل معها تفاحة أو برتقالة. نعم. وتحمل معها قنينة ماء. نعم. الماء جيد، النساء لو كان كانوا يشربوا الماء ما كانوش يشريوا هذه مواد التجميل، لكانت البشرة يعني ديالهم جيدة. المرأة يكفي تشرب الماء لجوج لتر فما فوق، من 2 لتر إلى 3 لتر في اليوم، يكون ماء نظيف ماء جيد، ويكون بشرتها جيدة، ما يكون عندها أي مشكل. فهذه الاختلافات. لماذا؟ أنا يعني بسطت الناس، لخصت لهم وبسطت الناس باش ما يبقاوش يسولوا عليا واش ندير السالميه، واش ناكل الزعتر، واش ناكل النعناع، واش ناكل هذه. يعني كل النبات جيد، كل النبات جيد للنساء، الحبوب القمح والشعير والذره والشوفان والرز والزؤان وحتى القصبر حبوب جيد، القطاني الفول والحمص والعدس هذه، هذا جيد للنساء. والله لو علم النساء يعني اهميه الفول، الفول هذا اللي كان المغاربه كانوا كيفطروا به، كانوا كيعملوا واحد الوجبه اسمها المحلي في المغرب بزاره، كانوا كيعملوا. لو كان النساء هادو ياكلوا الفول في الصباح ولا في المساء، الفول فيه فيتوستروجينات اكثر من الصويا. نعم. نحن لا نستقي المعلومات من الانترنت ولا ننقل من الكتب، نحن لدينا يعني لدينا معطيات مخبريه يعني في مختبر. الفول هذا البرود في البرود بينز ولا هذا البرود الفول اللي كنسميهم هنا، الفول فيه فيتوستروجينات اكثر من السوجة، والنساء يسالن عن السوجة. نعم. لان السوجة الان مغيره وراثيه، ليس هناك سوجة طبيعيه على وجه الارض، لا توجد، لا توجد. ولا حتى الذره اللي كياكلوا النساء وكيعملوها في السلطات، هذه ذرة عبرجينية ولا توجد ذرة يعني مستورة ولا ذرة جولة ولا ذرة غير مغيرة وراثية. المشكل أنهم كيديروها لدري صغار، وهذه هي المصيبة الحساسية، لأنها تسبب أول ما تسبب حساسية، هذه اللي كنسميوها احنا القلية وغازات في الأمعاء. ما من غير القلية، من غير بوب كورن، يعني حتى هذه الذرة اللي كيعملوها في السلطات يعني كيزوقوا بها. المغاربة لا يستهلكون الرز، هذا أي مطعم دخلتي ليه كتلقاه يقدم لك السلطات فيهم الرز.
المغاربه ما كياكلوش الرز، المغاربه عندهم خضرتهم وعندهم الفواكه ديالهم وعندهم عاداتهم الغذائيه. ما عرفش انا علاش بغاو يدخلوا لنا هاد التغذيه الاسيويه بزز دخلوها لنا. يعني برك الغرب ما كاين علاش، لان الرز علاش كياكلوه في الغرب؟ لانه سهل الطهي، كيسلقوه والبطاطا كيشويوها. علاش الفريز هذه البطاطا مشويه مع الرز ديما عندهم في النظام ديالهم؟ لانهم ساهلين، اصبح ما نسميه يعني الطباخ الصناعيه. يعني كيكون مثلا مطعم ريستورانت فيه مثلا 600 طاوله، نعم، هذه الموائد هذه اللي كياكلوا عليها في 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 في, في الريستورانت، هذا ما غاديش يقدر يقشر لهم لا الطماطم ولا غادي يعطي ملوخيه ولا يعطي، ما عندوش خضر يعني. لكن الخضره اللي سهله وموجوده في السوق وهي رخيصه وسهله الطبخ هي البطاطس والرز. ولذلك في الامريكا والاوروبا ياكلون الرز وديما الساندويتشات عندهم وديما الاكل ديالهم فيه الرز وفيه بطاطس مشوي ولا يصلح لشيء. نعم. لكن رز ابيض هذه بوليشن، لكن رز ابيض وكان بطاطس مشوي هذه ليست غذاء، لا ليست غذاء، هذا لا يعطي للجسم الا السموم. فالمغاربه عندهم سلطات. انا ملي كنمشي مثلا ناكل في شيء، بلا كان كتب الله علي ناكل في شيء مطعم نكون مسافر ولا شيء، كنطلب سلطه كبيره فيها خضر مقطعه، خضره مقطعه مغسوله ومقطعه ما معها حتى اي شيء طازج، اي شيء هكذا، خضر طبيعيه في صحن كبير، خضر اكل يعني هذو سلطات ناكلها وصافي، لا اضيف اي شيء، لان المسافر يجب ان لا ياكل لحم. وهذه الاختلافات هي اللي خلات الامراض عند النساء اكثر من عند الرجال. اذا سمحتي دكتور غادي ناخذ اولى المكالمات في هذا اللقاء نحروها. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم؟ ام وليد ووجيه من مدينه سلا. ام وليد ووجيه اكيد عندك توام يا ام وليد ووجيه. تماما هما توام عند الاتصال. ناخذهم لك تفضلي. شكرا بارك الله فيك. الدكتور معك. شكرا جزيلا على الاتصال وشكرا لك كذلك الدكتور الشايد. السؤال ديالي عنده علاقه يعني بفتره الحيض عند المراه. يعني كتعرفوا انها فتره خاصه وطبعا ما كيعرف لها الراجل حتى شي حاجه باستثناء يعني الافكار اللي رائجه واللي عامه. نعم. اذا هذه الفتره كما كتعرفوا فيها يعني وفيها درجات عند كل نساء، كاين مشاكل عندها علاقه بالمزاج او اضطرابات في الجهاز الهضمي، طبيعه الحال كاين الاعياء وكتوصل احيانا للاكتئاب او درجات يعني صغيره او كبيره من الاكتئاب. السؤال اللي عندي هو واش كاين شي اغذيه يعني كتمكن يعني النساء انه تخفض من هذه الاعراض؟ يعني واش هذه الاغذيه يمكن لها تاكلها او تاخذها او يعني في الفتره ديال الحيض او قبل منها؟ وعندي واحد السؤال اخر اذا سمحتوا لي دكتور. السؤال الثاني حتى هو يمكن يكون عنده علاقه بالسؤال الاول، هو الاضطرابات الهرمونيه اللي كتكون عند النساء وطبيعه الحال يعني كتكون تاخير في الدوره الشهريه او بعض المرات كتكون يعني ما كتجيش منتظمه، كتجي جوج مرات في الشهر او ثلاثه والى اخره. يعني الطبيب دائما كيعطي واحد التشخيص ديال كما تيقولوا ديغيغولمون هرمونال، واش التغذيه يعني كيمكن لها الضبط او تحاصر هذا الاضطراب؟ يعني واش حنا كنعرفوا في المجتمع ديالنا النساء كيبغيو ياخذوا السالميه او ياخذوا القرفه او ياخذوا شي حاجه بهذا القبيل، يعني واش يمكن التغذيه تحاصر هذه الاضطرابات الهرمونيه؟ اذا بطبيعه الحال ما يفوتنيش نقول لكم شكرا جزيلا بطبيعه الحال استاذة لطيفة ودكتور الفايد، لانكم نقلتوا مجال التغذيه يعني من ذاك الحيز الشعبي الى مستوى علمي. يعني كتعرف الناس ملي كتاكل شي حاجه كتعرف علاش وكتعرفها بشكل علمي. الحمد لله. وطبيعه الحال انتم اسم على مسمى دكتور فايد. شكرا لكم بزاف. اذا شكرا لك ام وليد ووجيه على هذا التدخل. في الحقيقه هو تدخل جيد. ورغم انكم ذكرتم دكتور هاد الاضطرابات الهرمونيه، ولكن السيده ام وجيه ذكرت نقطه مهمه هو ان يعني المراه لا تحيض والرجل لا، اذا هناك اختلاف في هذا الوقت من هاد الدوره. هذا هو الموضوع اللي خلاني يعني ابحث في الموضوع، وهذا هو اللي يعني الفكره الاولى. نعم. ان سبحان الله، الله سبحانه وتعالى رحم المرأة أن خفف عليها أثناء الدورة الشهرية. نعم. فهي لا تصلي. أكيد. والصلاة كما يعلم العلماء والفقهاء هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط. نعم. لا تسقط حتى ولو قمت بعملية جراحية
وبقيت يعني تحت هذا البنج، يعني تحت هذا المخدر، ثم لما تستيقظ تسأل عن الأوقات التي لم تصليها وتصليها وتصليها ولو بالإيماء، ولكن لا تسقط صلاة. العبادة الوحيدة التي لا تسقط حتى ولو أصيب الشخص بالألزايمر ولا بأشي، فلا تسقط هذه العبادة، يبقى يصلي. ولكن تسقط الرمضان يسقط، كل العبادات، الحج يسقط، يعني الزكاة تسقط إذا لم يكن هذا الشخص لديه ما يزكي به، لكن الصلاة ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى المرأة أثناء الدورة الشهرية لا تصلي ولا ترد هذه الصلاة. رمضان ترد، يعني ماذا؟ لأن رمضان علاش خاصها ترد؟ ترد باش تستافد، لله سبحانه وتعالى بغاها تستافد من ذيك، ولكن الصلاة لا ترد. فالله خفف عن المرأة حتى في الحكم التكليفي، والإنسان لم يخفف عن المرأة، لم يخفف. للزوج يجب أن يعلم أن أثناء الدورة الشهرية هذه السيدة مريضة، يجب أن يتعامل معها معاملة جيدة. إلى تقلقات ولا للضجرات ولا حاجة ما خصهاش تقلق، لأنها إذا ضجرت أو تقلقت قلق شديد أو غضبت غضب شديد أثناء الدورة الشهرية، هذه المرأة ستهلك نفسها حتى ما قبل الدورة يعني الشهرية. نعم، واحد يعني تقريبا 24 ساعة إلى 48 ساعة قبل الدورة الشهرية المرأة كيولي عندها واحد. لا، لماذا؟ لأن هذيك فين ربما أيام على حسب جسم المرأة. نعم هناك نساء يعني ما كيحسوش، ولكن هناك نساء كيحسوا نعم أسبوع قبله وكيحسوا حتى بألام وكيحسوا باضطراب، يعني تتولي المرأة مزاجها مضطرب. هذا فهذه هي الأشياء التي دفعتني لهذا البحث، فقلت أن إذا كان الهرمونات، هي الهرمونات عند طابع دهني، هي عند جزيئات الهرمونات، هي عند طابع دهني، هي تمثل من الدهنيات، فقلت إذا كانت هذه الأشياء الخطيرة في الجسم لما LH LTH هذه الهرمونات الدورة الشهرية التي تتردد، هي تردد تقريبا 24-26 يوم تردد، وتبقى 6 أيام أو 7 أو 8 على حسب المرأة، على حسب جسم المرأة وعلى حسب المناطق وعلى حسب النظام الغذائي. هذه فهذه قلت الرجل ليس لديه هرمون، عنده هرمون واحد تستوستيرون، هذا الهرمون إذا تأكسد يصيب بالصلع، كيسقط لي الشعر ديال راسه فقط، ما لايق، ما عنده اي شيء. وكلما كان الرجل عنده مركز تستوستيرون قوي او عنده هذا الافراز تستوستيرون قوي، تكون شخصيته قويه حتى يصبح يعني لا يطاق، كلما كان ليصبح قوي جدا وشديد، ويعني لا في رايه ولا في حركاته ولا في يعني حتى العراك، حتى العراكات، يعني إذا كان الشخص عنده تستوستيرون قوي جدا فليس من السهل غلبه حتى شي واحد في أثناء. لماذا؟ لأن التستوستيرون هو هرمون كيخلي الجسم يأخذ 5 أضعاف طاقة اللي عنده يعني. فهذا هو في نفس الوقت التستوستيرون، هو في نفس الوقت لو قال رجل يعني عنده هذا التستوستيرون مضطرب كيطلع ويهبط ويتقاطع مع الأدرينالين لكن كيتقلق بكثرة، هيصاب بسكري. لماذا؟ لأن الأنسولين هرمون والأدريلانين هرمون والتستوستيرون هرمون، فهذه الهرمونات طبعا يتعمل مع بعضها، يجب أن تكون علاقتها هي علاقة توازن. إذا كان الأدرينالين يصعد مرتين في اليوم، هذا الشخص معرض لكل الأمراض. هذا فالمرأة لديها يعني كما سألت الأخت جزاها الله خيرا عن المرأة، حياتها تتجدد 12 مرة في السنة، الرجل لا تتجدد حياته، لا تجد هذه اللي كنسمها المونوتوني، يعني حياته الهرمونية هي حياة يعني ليس فيها أي شيء. لكن المرأة سبحان الله، المرأة كيجدد لها، والعكس المرأة أحسن من الرجل. لماذا؟ لأن المرأة كي تعيد حياتها كل شهر، تتوقف تتجدد الـLH والـLTH، يعني كيطلعوا كيوصلوا للقمة على 14 يوم ثم كيبداوا يهبطوا تقريبا 20-21-22 كيوصلوا تقريبا، ثم يقع هذا الريبتير، تتوقع الدورة الشهرية 5 أيام 6 أيام يعني فيها غير يومين شي شوية كتكون. المرأة خاصة ترد البال لهذا الدورة الشهرية، إذا كانت قوية جدا المرأة غدا تدير أنيميا وغديرها شاشة العظام ما فيهاش. لماذا؟ لأن إذا كانت قوية يكون مشكل هرموني يعني، وإذا كانت ضعيفة جدا أو ربما يعني كل شهرين وكل ثلاثة هنا كاين مشكل، كاين واحد نقص هرموني عند المرأة. ولذلك أنا تكلمت عن هذه الأخت باش نجاوبها مباشرة، أن أثناء الدورة الشهرية يجب على المرأة أن تلتزم بنظام نباتي 100%.
يجب عليها ألا تركز أثناء هذه الفترة، ألا تركز كثير أثناء هذه الفترة. شوف الله سبحانه وتعالى ليس للوضوء فقط، ولكن خفف عنا في الصلاة، هذا رمز، الله سبحانه وتعالى يرمز إلى هذه. ولذلك يجب أن لا تركز بكثير، لا تركز كثير، خصوصا إذا كان عند مثلا مهنة قاضية أو حتى صحفية مثلا إعلامية، والحاجة تركز كثير أثناء هذه الأيام تصاب بأمراض، تصاب بأمراض. لا مش ما تعملش، تعمل، نعم تعمل، ولكن تعمل بهدوء، ويجب أن لا تركز، ويجب أن لا تضرر، أن لا تتجر، ويجب أن لا تقلق أثناء هذه الفترة. لماذا؟ لأن النظام الهرموني وقع ريبتشر، هذه وقع يعني هو يعني هذه الهرمونات انقطعت، ثم يجب أن تبدأ هذه الهرمونات كي تبدأ حياة جديدة. والمرأة تحيا بالإل أش والإل تي أش. إذا ما كانش هذه كانت الهرمونات مشوف، مثلا المرأة ملي توصل المينوبوز، ملي توصل لهذا سن اليأس، وما بغاو يعطيوه اسم آخر هو اسم اليأس. سن اليأس يعني لا أن لأن كلمة يأس يعني ما سن اليأس، لماذا سمي سن يأس؟ يعني يائست من الأطفال فقط. لا، هناك من يسميها سن الأمل. لا لا لا، هذه سياسة وليست علم. أما العلم وسن اليأس هذين عاليين، هناك كفلسفة وهناك أشياء أخرى، لكن نتكلم علوم. لماذا الناس يلعبون على المصطلحات؟ لماذا يلعبون على المصطلحات؟ فالكون هو هو، والمرأة هي هي، والرجل هو هو، يلعبون على المصطلحات فقط. يعني العديد من الباحثين بعد أشياء غير واللعب على المصطلحات هو اللي خلى موضوع المرأة، خلى موضوع المرأة الآن مجهول. مجهول فعلا. ما كانش دولة الآن على وجه الأرض تقول أن لديها فكرة واضحة عن موضوع المرأة، أنا مستعد نسمع لها. موضوع المرأة مجهول. لماذا؟ لأن تناوله الفلاسفة ولم يتناوله العلماء. لو خلوا المرأة على الأقل، لو كانوا تركوا المرأة في حالها لكان اسمي. هي المرأة يتكلمون عن حريتها، ولكن يضعون صورة امرأة بجانب جرار. لا علاقة المرأة بالجرار، هذه من الشركة بغت تبيع الجرارات وبغت تبيع مثلا الشاحنات، وتضع صورة امرأة. يعني فهذه هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. المرأة الآن يعني تعاملوا معها شيئوها، يريدونها شيء، وهذا هو المشكل اللي وقع. أما المرأة الله سبحانه وتعالى خلقها كالرجل، مكملة للرجل. بداية ليس هناك مجتمع بدون اثنين، ليس المرأة بدون الاثنين، ليس هناك مجتمع بدون رجل، ليس هناك مجتمع بدون امرأة، ليس هناك يعني لماذا المجتمع؟ المجتمع هم الأسرة، هم الأطفال، هم العم، هم العمة، هم الخال، هم الخالة، هم الجد، هم الجدة، المجتمع. هذا هو المجتمع، هو الأسرة. هذه فاللبنة الأولى هي الأسرة. فإذا ما لم تكن مرأة أو رجل، ليس هناك مجتمع، ليس هناك مجتمع. ولذلك الآن أنا أتكلم عن الجانب الخلقي عند المرأة، والجانب يعني الكوني التشريحي الأناتومي التي خلق الله سبحانه وتعالى على المرأة. ما تكلمتش كثير على الرجال، ولكن حتى الرجال عندهم مشكل. نعم. الرجال عندهم مشكل. لماذا؟ لأن تغذية الرجل خاصة تكون خالية من السكر. خالية. نعم، بحلم زيت الزيتون. لماذا؟ لأن النظام الهرموني عند الرجل هو حساس جدا، وفي أي لحظة ممكن يتوقف. إذا توقف فليس هناك رجل. فيجب أن يتناولوا زيوت زيت الزيتون، مهم جدا. زيت الزيتون وحبوب الكتان هي تنفع الاثنين، تنفع الرجل وتنفع المرأة. لماذا؟ لأن حمض الأوميغا 3 النباتي هو حمض الأوميغا 3 النباتي ينفع المرأة أكثر من الرجل، ولكن ينفع الرجل كذلك. حبوب الكتان تنفع الرجال كذلك. هذا فهذا النظام اللي تكلمت عليه هو اللي ضبط الدورة. السؤال ديال الأخت أم وليد، هو اللي ضبط الهرمونات. لا تضبط بهرمونات. إذن المرأة تذهب عند الطبيب يصف لها هرمونات، يريدون أن يضبطوا الهرمونات بالهرمونات، لأن وهي على نمطها، نمط العيش. هذه المرأة إذا كانت تأكل لحوم بكثرة ومواد صناعية وسكر بكثرة وحلويات، وإذا كانت تضجر وتقلق ثم تذهب إلى الطبيب، فليس هناك حل. فيجب أولا أن تنظر في نمط عيشها أولا، ثم تذهب إلى الطبيب إن أرادت. نحن لا نقول الناس إذا ذهبوا، نعم، فالطب موجود، والطب يعني نحن مأمورون بالعلاج، نعم تذهب عند الطبيب، ولكن بغيت نغير السلوك يعني نظرة الناس وفهم الناس للطبيب. ماشي السيد يأكل في منزله سموم يذهب إلى الطبيب ليصف له دواء، هو يأكل سموم ويذهب إلى العشاب يقول لي كل سالمية. هذا ليس علاج، هذا ليس علم، هذا ليس علم، هذا ليس، انا اقول ليس علم. ويجب على الناس ان يكفوا يعني 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 اداهم عن الناس. هذا وليست السالميه ولا مرد الدوش ولا هذه الخزعبلات وهذه الاشياء هذه اللي كيقولوا هي السالميه جيده اذا كان النظام غذائي. السالميه كيشربوها الناس مع الماء، يعني لا علاج لها ولا اي شيء. الزعتر كانوا كيشربوه الناس، مش يتفضل عندنا واحد يقول لنا شربوا الزعتر مع الصباح غادي نتعالجوا من السرطان، هذا كذب. نعم، الزعتر كانوا كيشربوه الناس،
مع الصباح مع الأغذية، علاش باش ديك الأغذية ما ديرش انزعاجات في الهضم في المجهاز الهضمي فقط. الزعفران شعره راه كياكلوه المغاربة، الكركم كيطيبوا به، هذه مردودوش السالمية راه كاينه التخليطة كيبيعوها مع النعناع. ولكن باش ترجع علاج وبداو ياخذوها الناس لأن على أساس علاج، لا هذا كذب. هذا كذب. تؤخذ مع النظام الغذائي القرنفل والقرفة والثومة والبصل والخرعيات والدرع السلاوية والملوخية يعني هذا اللفت الأصفر، اللفت الأصفر جيد للنساء. اللفت الأصفر فيه توستروجينات وفيه نحاس وفيه كالسيوم بكثرة. الخضرة رقم واحد في الكالسيوم هي اللفت الأصفر. سبحان الله. حتى اللفت البيض وحتى اللفت المحفورة، هذه الجدر الأبيض اللي كنسموه في المغرب اللفت المحفورة. هذه ولكن كاين بعض الأنواع الأخرين اللي فيهم ممكن محذروا طبقة، هذاك اللفت اللي دخل دابا عنده واحد عنده البنة واحد المذاق ديال اللفت المحفورة ومشي لفت المحفورة، هذه عاد دخل المغرب البودور ديال الهضرة، هذيك عندها مشكل مع الغدة الدرقية. خاص الناس يبعدوا منها. يعني الشوفلور هذا الكباب والكرنب والرطبقة وانواع اللفت يعني على خصوص، ثم البروكولي والسوجا هذه اشياء يعني تضر اصحاب الغده الدرقيه. هي تضر اصحاب النساء عندهم غده درقيه ويسالنا عن السوجا، يا سبحان الله. يعني السوجا لا تفيدهم في شيء، الفول يفيدهم في شيء. والحمص الفول فيه شويه تيرامين، تيرامين هذه مكون تيرامين بالنسبه للناس اللي عندهم الشقيقه اللي كنسموها الشقيقه الام راس حاده. هادو ما ياكلوش الفول بكثره، يعني علاش؟ لان التيرامين معروفه هي كاينه في الجبن وكاينه في الفول، هذه معروفه ان الناس يعني شويه كتسبب يعني الناس اللي عندهم شقيقه اللي كيضرهم راسهم بزاف احسن ما يكثروش منه فقط. اما اقول النبات، النساء يلتزمن بنظام نباتي في القمح بالنخاله، ماشي الدقيق البيض. ماشي الدقيق البيض، ماشي المسمن اللي مخبوز في الزيت. يعني يلتزمنا بالنبات، خبز مخمر بالخميره البلديه، بالنخاله، ولا ياكلوا الشعير، خبز ولا حسوه الشعير جيد. الناس عليهم كيسالوني عن التلبينه، لماذا التلبينه؟ واشنو هي التلبينه؟ التلبينه هي التشيشه اللي كنسموها حنا التشيشه في المغرب، هي الشعير مطبوخ مع ما يزيدوا عليه زيت زيتون ويزيدوا عليه كركم بلدي وتولي التلبينه زائد اثنين. تولي احسن. نجتهدوا. ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم كاين حديث التلبينه، امنا عائشه كانت تضع هذه البرمه وتزيد فيها التلبينه ملي كيكون الميت. نعم. لماذا؟ لان الشعير فيه سيروتونين وهذا الشعير ويذهب الحزن. نعم. يعني الرسول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن زيدوا اجتهدوا اكثر. نديروا التلبينه اللي دار الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزيدوا لها زيت الزيتون، ونزيدوا لها الكركم، ونزيدوا لها حتى زرع الكتان وحب الرشاد، ونزيدوا حتى القزبر حبوب. نعم اجتهدوا. هذا اجتهاد صائب، لان ما يهم الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك امر الدنيا للناس. اكيد. انت يعني احنا حتى تأبين النخيل، الرسول الحديث ديال تأبين النخيل ان قال لهم انتم شأنكم يعني ابنوا النخيل، انا ما قلتهاش لكم نزلت عليا من السماء، انا قلتها لكم غير كبشر. فهذا الاشياء هذه النظام النباتي هو نظام تغذية عند المرأة. كلما أكلت لحوم المرأة فلتتحمل مسؤوليتها الصحية طبعا. أكيد. تحمل مسؤوليتها. طبعا هي سبب دكتور. تكيسات داخل الرحم. نعم. كان عندها تكيسات. كان عندها خلل في الدورة الشهرية. الخلل في الدورة الشهرية مرتبط باللحوم. مرتبط 100% باللحوم. يعني تقطع اللحوم وترجع نباتية وما تأكلش في الليل وإلى صامت يكون أحسن. الصوم جيد للنساء. سبحان الله. شوف النساء في رمضان. كيكون وجوه المرأة مستنير أكثر من وجه الرجل. ولكن ما علي رمضان هو دربة وتربية ومدرسة. الله سبحانه وتعالى جابوا لي عبادة. نعم. ولكن كيدربنا على الأكل والأكل غريزة، وبغى يعلمنا كل مرة سنة شهر باش يعلمنا ناكله، ولكن مع الأسف ما كنتعلموش ناكله. يعني كنبقاو نكثروا، كنبقاو نخلطوا، كنبقاو نعطيو الجسم ديالنا السموم. وأنت مسؤول عن صحتك، والصحة ديالك أمانة، مسؤول على أمام الله. فأنت تأكل سموم وتذهب إلى العشاب لا يفيدك في شيء. أكيد. العشاب يعطيك خلطة يقول لك هذه ستشفيك من النصران، أنا أتحدى. نعم. إذا بقي هذا الشخص يأكل نفس الأكل، إذا بقى مع الحلويات، وبقى مع المشويات، مع المقليات، وبقى مع اللحم، وبقى مع يخرج من العمل مع 12 يأكل ويرجع، ويبقى يأكل وقف، ويبقى يأكل مزروب، ويمشي على العشاب ولا يمشي على الطبيب، أنا أتحدى. أكيد. فيجب أن يغير نمط عيشه، أن ينظر في الأشياء التي سببت له المرض، ثم يذهب إلى الطبيب، مش العشاب، إلى الطبيب. إذا لو سمحتي دكتور نحرر المكالمة تشير الإيمان. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الاسم الكريم. سلامك. يوسف كيلو من مدينة الرباط. يوسف كيلو من مدينة الرباط. يوسف كيلو من مدينة الرباط، أهلا بك تفضل. حيا الله الأخ سيد وطاب وطاب ما مشى وبوها مقعدة في الجنة مع خير الأنام، وأنا وحل لي الشرف أني المرة الثانية علتها ولي كنشارك في البرنامج. أهلا بك مرحبا. وكنعتذر لكم على التضييق، أنا الآن كنشارك معكم من الشغل داخل العمل، كنعتذر على هذا. مرحبا.
كنطلب من الاستاذ الله يجزيه بخير يعطينا بعض الوصفات بالنسبه لبعض المأكولات اللي خصها تاكل المرأة الحامل وبعض بعض المأكولات اللي خصها تمتنع عليها في فتره الحمل. نعم. الله يجزيه بخير. شكرا سي يوسف من مدينه الرباط. كنا خصصنا حلقه اظن الحامل والمرضع. نعم خصصنا لهم حلقه ولكن لا باس نذكر. هو المرأة الحامل والمرضع ليس لها اي ولو ان الاطباء يقولوا ان احتياجات زائده ليس لها احتياجات زائده. نعم. ليس لها احتياجات زائده. نعم. فالمرأة تأكل لا تكون حامل ولا تكون مرضع ولا تكون نفس الأكل. يعني فقط الفيتوستروجينات أثناء الحمل ممنوعين. نعم. أن الحلبة ماشي ممنوعين غير ما تكترش. نعم. غير ما تكترش. نعم. خمس حبات ديال الحلبة ولا ستة ماشي هما اللي غادي يديروا لها إجهاض.